صباحكم حب وسعادة وسلام. أنا جاية اليوم أطبق معكم تمرين جميل اسمه تغيير حياتي للأفضل. وقبل ما أطبق التمرين حابة أقول لك إنه كل شيء تبحثي عنه من إجابات أو حلول هو في داخلك أنت. فقط اطرحي سؤالك وغمضي عيونك وقولي يا الله أعطني الإجابة من خلال نورك الذي في داخلي، وانصتي وانت مغمضة حتوصلك إلهامات أو رؤية. وتذكري حياتك الآن وكل شيء تمري فيه أو تعانيه هو نتيجة اختيارك أنت. لذلك ابدأي من اليوم واختاري بوعي، لأنه هو هذا الفرق بين الإرادة والاختيار. فكم هو سهل أنه إحنا نقول مثلا أريد الثراء، أو أريد راحة البال، أو أريد أن أكون جميلة. صح أنت تريدي فعلا، لكن لم تختاري أن تكوني. واليوم هنعمل تمرين الاختيار. يلا نردد سوا. أنا أختار السعادة والصحة والوفرة. أنا أختار اليوم التخلي عن كل أفكاري السلبية. أنا أختار اليوم التخلي عن معاناتي وإحباطاتي. أنا أختار اليوم السماح والتسامح. أنا أختار اليوم البهجة والحرية. أنا أختار اليوم الفكرة الإبداعية اللي حتغير حياتي للأفضل. أنا أختار اليوم أن أكون سوبر واو وأفضل مما كنت عليه سابقا. أنا أختار التخلي عن دور الضحية، وأختار الإمكانية والمقدرة والقوة. أنا أختار أن لا أغضب لأتفه الأسباب، بل أسمح للغضب أن يتحرر مني، وأختار أن أكون حاضرة واعية باللحظة مستمتعة بها. أنا أختار ما يناسبني وليس ما يناسب الآخرين. ويسعد صباحكم جميعا يا رب. كانت معاكم غادة الملح.